تواصل قائمة مهندسون في حب مصر التعريف بإنجازاتها خلال الأربع سنوات الماضية. وببرنامجها الانتخابي أيضا الذي تنافس به في انتخابات نقابة المهندسين والتي سوف تقام في الرابع من شهر مارس المقبل. محطة جديدة في جولات قائمة مهندسون في حب مصر على مستوى محافظات الجمهورية، حيث تحل القائمة هذه المرة في محافظة البحيرة للتعريف بإنجازاتها خلال الأربع سنوات الماضية، فضلاً عن برنامجها الانتخابي الذي تنافس به في انتخابات نقابة المهندسين. أحسننا استخدام الأرصدة الموجودة اللي تم جمعها في أوعية ادخارية زي رزون الخزانة وشهادات ادخارية لمدة محددة، واستفدنا من الفترة اللي فاتت من هذه الأوعية الادخارية أضافت إلى صندوق المعاشات إيرادات. الحاجة الرابعة طبعا بقية الأنشطة زي الإسكان وزي التدريب في بعض الأحيان، ضغطنا الإنفاق وزادت الإيرادات، فأصبح عندنا متسع إن إحنا ندعم كل النقابات الفرعية كل فيما طلب، وأطلعهم على ما تم إنجازه من تنسيقات مع الجامعات المصرية والجامعات الأوروبية، من بروتوكولات لتأهيل المهندسين وتدريبهم سواء بدورات مجانية أو دورات مخفضة لصالح المهندس. ليس الشيوخ فقط هم اهتمام القائمة، فالشباب أيضا لهم نصيب كبير من اهتمام البرنامج الانتخابي في العديد من الملفات أبرزها التدريب والإسكان. احنا هنحول النقابة اللي هي تبقى رقمية بحيث ان المهندس يقدر يخلص كل حاجة من غير ما يجي النقابة، وبدأناها بأبليكيشن نقابتي والبورتال اللي معالي النقيب أشار إليه. ويكفي فخرا ان المهندسين هم اللي بيقوموا بنهضة مصر دلوقتي. احنا كمهندسين اكتر حاجة في مصر دلوقتي المشاريع اللي بيقوم بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فكلنا بنخدم في المشاريع دي سواء مهندسين مدني او عماره او كهرباء او ميكانيكا، فكلنا يعني بنساهم في بناء مصر الحديثه. كما احتل الشباب مكانه داخل القائمه باكثر من 75% سواء مستقلين او تابعين لتنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين الذين يشاركون لاول مره في انتخابات مجلس نقابه المهندسين بخمسه مقاعد. الحقيقه احنا كشباب المفروض ان احنا بنضخ دماء جديده، لان اي حاجه بتمشي في البلد لازم لها قوه، والشباب هي القوه وعماد المجتمع وعماد اي مؤسسه خدميه او اي حاجه او اي عمل تطوعي. 830 الف عضو بنقابه المهندسين ينتظرون الكثير من مجلس النقابة المقبل والذي تجرى الانتخابات عليه في الرابع من مارس بالنسبة لمقعد النقيب والأحد عشر عضوا مكملين، بينما تجرى انتخابات الشعب في الخامس والعشرين من فبراير.